مكياج في رمضان راه اللهم هذا منكر شي تنشوفوه بزاف تنشوفوه دابا حاليا في رمضان ماشي النساء الرجال حتى هما مشبتين بهذه القضيه انا توقفوا عليا انا رجال ونساء بالماكياج بالبودر داك الشيء وحنا في شهر الغفران وفي شهر رمضان وفي شهر التوبه وفي شهر الله يهدي ما خلق اختي لا حول ولا قوه الا بالله الناس صايمين ومدزين مريحين وكذا وعاطين العين وما تيخليونا لا نصوموا ولا والو الله يخطف لهم الحق هادشي تنقول لهم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللي خايبه راه خايبه واخا قال لك الزواق تيطير تيطير واخا يكون من القصدير راه يا اختي دابا في هاد البنات دابا اليوم الله يهديهم واو ولاو بزاف دابا تتلقاها انها صايمه وخارجه دايره يا ماشي غنحاسبوها راه الله سبحانه وتعالى اللي تيحاسب تيحاسب كل واحد هو الانسان خصو يكون من ذاته الراس وخصو يحترم راسه هو الاول عاد باش يحاول باش الانسان واحد اخر ملي تيشوفو دايز انه حتى هو تيحترمو فهمتيني ولكن دابا بنادم تتلقاه دايره المكياج خارجه راه يعني اي واحد غيبسل عليها اي واحد غيسبها اي واحد غيقول لها راه حشومه راه الناس صايمين علاش الانسان اللي ما يحترمش راسه هو من ذاته الراسه ان الانسان صايم راه خصو يصوم صيام الجوارح خص كلشي يصوم الحمد لله هادشي اللي كاين بالنسبه ليا بنتي انا كيظهر ليا لا كيخص من جهه متفقش مع البنت لانها كتكون صايمه وكتكون الى دارت المكياج كتجذب كتجذب نخليوها هنايا وما ماشي اللي صالحها هذه من الجهه الاولى الجهه الثانيه ما عندها حتى معنى هذا رمضان شهر صيام فيها بس لا بالنسبه للنساء ولا للرجال الله يهدي ما خلق اللي كيديروا هاد الفعايا في رمضان الله يهديهم النساء الله يهديهم والرجال الله يهديهم حنا ما عرفناش شنو المقصود ديالهم يجيو لعندنا هنا يحطوا معنا الكلام فوق الطابله نعرفوا شنو المقصود ديالهم كيديروا هاد الحاله هذه في رمضان لا يرتلى هاد الحاله هذه في رمضان هذا راه شهر المغفره وشهر العطفه وشهر الرحمه هذا باش تجيب لك السيده دايره المكياج في رمضان والسيد تا هو داير المكياج في رمضان ولا لا اللهم محمد رسول الله الا عندهم شي مشكل يجيو يتحاوروا معنا هنا نفكوا لهم المشكل ديالهم كاع اللي عنده شي مشكل كتستعمل المكياج ديالها في رمضان تجي عندي انا نفك لها المشكل ديالها مره ما باقيش ديرو بغيت نقول لكم باللي هاد البنات اللي كيديروا المكياج راه ما بقاوش كيحشموا وما بقاوش كيمرقوا والله يهديهم الله يهدينا جميعا وصافي ورمضان كريم شكرا بزاف واللي زين زين كما قال كبار ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم